اهلا بيكم معانا في listenzshare.com. اتكلمنا المره اللي فاتت عن الهوايل وعملنا برنامج بسيط بيها قوي. المره دي بنتكلم على نوع تاني من اللوبس اسمه دو وايل. الدو وايل هو ايه؟ الدو وايل بخلاف الفور وبخلاف الوايل بيتنفذ على الاقل مره واحده، لان الشرط بتاعها بيتكتب في الاخر مش بيتكتب في الاول. فكانت الفور بيتحقق من الشرط قبل ما يدخل اللوب، مجرد ما دخل اللوب معنى كده ان الشرط اتحقق. وبالنسبه للوايل نفس الكلام، الشرط بتاعها في بدايتها بيتحقق من الشرط وبعدين يدخل اللوب. لو الشرط ده ما اتحققش طلع فولس ما بيدخلش خالص. الدو وايل هي بيعمل البادي بتاع اللوب الاول وبعدين بيعمل الشرط. يعني مثلا احنا عندنا هنا البرنامج ده بيعمل حاجه لطيفه قوي. هو بيعرض لي الريفرس اوردر بتاع الرقم. يعني انا لو عندي مثلا رقم 198، الرقم ده موجود في الخانه بلوك على بعضه، انا مش شايفه كل رقم لوحده، انا شايفاه بلوك على بعضه في الميموري. انا عايز اعكسه، عايز اطلع 891. اعملها ازاي رياضيا؟ انا بعمل ايه؟ عندي الكالكوليتر اهي، 198 اهي، بقسمها على 10. انا عشان اطلع القيم بتاع الاحاد والعشرات والمئات وكده بقسم على 10 بالتدريب، قصدي بالترتيب. فبقسم، اروح اسمع على 10، بيطلع لي 19.8. الجزء اللي هو 19 ده اللي هو خارج القسمة، الجزء 8.10 ده اللي هو باقي القسمة، تمام؟ فباخد التمانية احطها اخليها معايا في فاريبل تاني، وايه، واخد ال 19 اللي هو خارج القسمه واقسمه على 10، بيطلع لي كام؟ 1.9. الواحد هي خارج القسمه والتسعة من عشرة اللي هي باقي القسمه، باخد باقي القسمه واحطه برضو معايا فاريبل على جنب اللي هي التسعة. يبقى انا كده كان معايا 8 الاول وبعدين بقى معايا 9، دلوقتي باقي القسمه بواحد. انا اللي باقي معايا دلوقتي واحد، واحد على اقسمه على 10 هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 1.0. الصفر ده انا مش عايزه، والواحد هو اللي يهمني، باقي القسمه هو اللي يهمني. الواحد ده باخده احطه معايا في الفاريبل اللي انا بحط فيه باقي القسمه. الموضوع مش واضح قوي، خلينا في الكودينج بقى هوريكوا اتعمل ازاي. اول حاجه بعرف نمبر، بعدين تاني حاجه بعرف حاجه اسمها نيكست ديجيت. النمبر اديت له قيمه اللي هي 198 اللي احنا كنا بنشتغل عليها في الكالكوليتر. وين عرضتهم؟ النمبر كذا، والنمبر انفرس اوردر ده بقى اللي احنا لسه يعني عرضنا بس الجمله، هنعرض بقى العمليه نفسها اتعملت ازاي. اول حاجه النيكست ديجيت اللي هي ايه؟ النيكست ديجيت اللي هي خارج القسمه، اسفه لا باقي القسمه، اللي هي اللي بتطلع لي من المودلس. بقسم من النمبر على 10 باخد باقي ايه؟ باقي القسمه، مش باخد خارج القسمه. طب افرض الرقم بيقبل على 10، بسيطة، هو لو الرقم بيقبل على 10 يبقى كان أوله صفر، يعني 520، 390، كل الأرقام دي بتقبل قسمة على 10، صح؟ ليه؟ لأن أولها صفر. ساعتها أنا لما هاخد خارج القسمة بتاعها هيبقى رقم صحيح، وباقي القسمة هيبقى بكام؟ بصفر. فهحط صفر هنا في النكست ديجيت. أتمنى يكون كلامي واضح. هو لو احنا عندنا مثلا نفتح البينت ونرسم يكون أفضل. تعالوا نعمل مربع هنا ونعمل خط كده وخط كده، معلش الخط مش متصل كويس. هنكتب هنا، لا هنكتب بالقلم احمر هنا، ادي 1 وادي 9 وادي 8. احنا عاوزين بقى نعمل ايه؟ عاوزين نعكسه بحيث ان احنا نظهر الايه، 8.9.1. هي ازرق، نكتب هنا 8 ونكتب هنا 9، نكتب هنا 1.
دي بتتعمل ازاي؟ العملية دي عشان توصل للعملية اللي تحتها تتعمل ازاي؟ بنمسك 198 ونقسمهم على 10 بالكامل، بيتقسم على 10 بيطلع لي 19.8. 19 دي هي خارج القسمة، والتمانية دي 8 من 10 اللي هي باقي القسمة. باخد التمانية احطها هنا وبمسك الرقم اللي متبقي اللي هو 19. طبعا انا حطيته في انتجر، فبالتالي انا قسمته وحطيت في انتجر، الجزء العشري ده بايه؟ بكتير. 19.8 بقى بعمل ايه؟ بقسمها على 10، بتطلع لي ايه؟ بيطلع لي 1.9. اروح واخد التسعة اللي هي باقي القسمة احطها واعمل ايه؟ خارج القسمة دلوقتي 1، اقسمه على كام؟ على 10، يطلع لي 1 من 10. الواحد ده بروح حطه هنا لان هو ده بقى باقي القسمة معايا، والصفر خلاص اللي هو خارج القسمة مش بشتغل عليه، لان الكونديشن بتاعي اصلا بيقول ايه؟ هنا الكونديشن بتاعي بيقول لي ان مجرد ما النمبر يبقى اكبر من الصفر خلاص انا مش عايزك، اسفة، مجرد ما النمبر يقل عن الصفر خلاص انا مش عايزك. خلينا نرجع تاني نقول النكست ديجيت دي اللي هي هنا، هي دي النكست ديجيت، دي ثم دي ثم دي، هو فاريبل واحد انا بغير القيمة بتاعته، بعرضها وبعدين بغير القيمة، دي النكست ديجيت. بحط فيها ايه؟ بحط فيها باقي القسمة بتاع الرقم على 10، الرقم اللي هو ده، هو ده نمبر اللي هو ان يو ام، ده بقسمه واخد باقي القسمة بقسمه على 10، باخد باقي القسمة احطها فين؟ في النكست ديجيت، وبعدين بعرض النكست ديجيت وبعدين بقسم بالفعل على 10. يعني ايه؟ الاول انا كنت باخد باقي القسمة، لا انا عايز بقى ايه؟ اقسم. اقسم يعني اقسم يعني ايه؟ اطلع بقى القيمة بتاع خارج القسمة واخدها، وارجع تاني اعمل نفس الايه العملية من اول وجديد. النمبر بتاعي طالما اكبر من الصفر خلاص انا مستمر. خلينا نجرب. انا عندي النمبر 198 بقى 891. طيب عايزين نحط اي رقم، يعني احنا ممكن نحط رقم كبير مثلا 7856، 65 المفروض يطلع لي كام؟ 5 6 8 7 بالظبط، ده اللي حصل، 5 6 8 7. هي كلها العاب رياضية اصلا بالاساس يعني، والناس الماهرة في الرياضيات هي عارفة كل اللي احنا بنقوله ده، وبالنسبة لها ان هو يتم تكويده امر مش صعب. اللي بتبقى صعبة على الناس اللي ما تعرفش اصلا التريك الرياضية بتاعتها، فبالتالي مش فاهمة الكودينج بتاعها. ان اهم حاجة ان احنا نبقى فاهمين فكرة البرنامج قبل ما نحاول نطبقه. الفكرة بقى ان احنا هنا لو دخلنا رقم يعني مكون من مثلا 9، انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل العملية دي على الاقل مرة، صح؟ هي هتطلع 9. احنا طبعا احنا مش مهتمين بنتيجة البرنامج، احنا مهتمين بايه؟ ان اللوب دي هتتعمل مرة، وبعدين هيجي بعد ما المرة دي تتعمل هيلاقي النمبر دوت قيمته بقت بالفعل أقل من الصفر، يعني 9 على 10 ب9 من 10، فلما قسمها خد باقي القسمة اللي هي ب9 وطلعه، وباقي خارج القسمة بقى في زيرو اللي هو الجزء اللي بعد اللي قبل العلامة. ف عشان كده أنا بحتاج إن أنا أعمل الدو وايل في بعض الأحيان، يعني الدو وايل دي أمر إيه؟ حيوي. عندنا مثلا مجموعة من الطلبة بيسجلوا أساميهم في كشف الغياب. لو فرضنا ان الامر ده بيتم بشكل الكترونيك يعني، والناس بتدخل اسمها في الكمبيوتر، انا عندي على الاقل طالب واحد هيدخل، والا هي يعني هيبقى كله غايب. فدي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل بدو وايل. اكيد انا عندي طالب هيدخل ويسجل اسمه، الصفحة مفتوحة ومستنية ما الطالب يدخل، ف دي كده
لوب بتحصل على الأقل مرة واحدة، لما بيبقى فيه أكتر من طالب بتتكرر. يعني ممكن برضو زي ما قلنا قبل كده الكونسبت يبقى مش واضح قوي كلاميا، خلينا ان شاء الله الفيديو اللي بعد الجاي هنبتدي نطبق بالفعل في مسائل كده في شيت، فهنبتدي نطبق وهنشوف امتى نستخدم الفور وامتى الوايل وامتى الدو وايل، وانهي كل واحدة انسب في انهي ظروف. خليكم معي.